تحية طيبة من واشنطن. مجلس الأمن القومي الأمريكي يستعرض خيارات الرد على الهجوم الإيراني على منشآت النفط السعودية، والرئيس دونالد ترامب يؤكد أن الضربات العسكرية هي أسهل الحلول، لكنه يعتبر أن ضبط النفس أحد عوامل إبراز قوة الولايات المتحدة. أعدكم أننا جاهزون، وكما قال الرئيس ترامب لا نريد حربا مع أي أحد، لكن الولايات المتحدة جاهزة ونحن مستعدون للدفاع عن مصالحنا ومصالح حلفائنا في المنطقة. في الكونغرس تعددت المواقف من ردة الفعل الأمريكية المحتملة على إيران، وبرزت أصوات مغردة خارج سرب الحزبين عند الجمهوريين والديمقراطيين. آمل أن يتشاور الرئيس مع جنرالاته ودبلوماسييه ومستشاريه وأن ينظروا بعمق إلى المعلومات الاستخباراتية. إيران واحدة من أخطر الدول الراعية للإرهاب، قد يستدعي ذلك القيام بعمل عسكري ضد إيران إذا كان هذا ما تدعمه المعلومات الاستخباراتية. الصحف الأمريكية تناولت السياسة الأمريكية تجاه إيران ومساوئ ومحاسن الرد العسكري. إيلاي ليك في موقع بلومبرغ: أظهر الهجوم على أرامكو مدى أهمية وضع حد لمغامرات النظام الإيراني. إن الشرق الأوسط يدفع اليوم ثمن أخطاء أوباما، ومن الحماقة أن يكررها ترامب. وتعددت آراء الخبراء والمحللين حيال كيفية التعامل مع الهجوم الإيراني، وصب موظفون في الإدارة السابقة انتقاداتهم على ما آلت إليه سياسات الإدارة الحالية حيال إيران. بين رودز مستشار للرئيس السابق أوباما: إن الانسحاب من الاتفاق النووي ومنح السعوديين الشيكا على بياض لحربهم في اليمن وتكثيف العقوبات والتهديدات لم ينجح حتى الآن. التوقعات تشير إلى نشوب حرب واسعة النطاق تسببها سياسة ترامب الكارثية على وجه التحديد. ومال الأمريكيون إلى تفضيل الحل الدبلوماسي على العسكري في التعامل مع النظام الإيراني. لا أعتقد أن الرد العسكري سيحل المشكلة، بل سيعقد الأمور. ربما قد نضطر للجوء للخيار العسكري إذا لم يكن لدينا خيار آخر. إيران خططت لشن هجمات على دول غربية، وإذا لم نردعهم الآن فإنهم سيستمرون في هجماتهم. عاصمة القرار يأخذكم إلى مراكز صناعة القرار في واشنطن لرسم الصورة الكاملة لكم. ضيفا حلقة اليوم توماس ليبمان الباحث في معهد الشرق الأوسط، ونايل غاردنر مدير في مؤسسة هيريتاج للدراسة. تحية طيبة مشاهدينا، أهلا بكم وأهلا بتوماس ونايل. قواعد المناظرة 45 ثانية لكل ضيف للإجابة على السؤال، و25 ثانية كحق للرد. طرحنا على صفحتي الحرة وعاصمة القرار على فيسبوك وتويتر السؤال التالي: هل يجب أن يكون الرد على الاعتداء الإيراني على السعودية أمريكيا سعوديا أو دوليا؟ علقوا وصوتوا، وسنعرض مواقفكم ونتائج التصويت في نهاية هذه الحلقة. السؤال الأول أبدأ معك توماس: إيران ضربت منشأة نفط سعودية في حادث لا سابق له كما تقول الإدارة، وعطلت إمدادات النفط العالمية. الوزير بومبيو وصف الهجوم بالعمل الحربي، والولايات المتحدة ردت حتى الساعة بعقوبات فرضت اليوم على المصرف المركزي أو الوطني الإيراني. ما رأيك بالهجوم والرد الأمريكي حتى الساعة؟ نعم، لو افترضنا أن إيران هي المسؤولة عن هذا الهجوم، سنفترض ذلك لدواعي النقاش، فإن الجواب المتعلق بكيفية الرد يؤدي إلى نوع من المعضلة بالنسبة للرئيس، وذلك من فعله يعود ذلك إلى الضغوطات التي وضعتها أمريكا على إيران بعد أن انتهكت الولايات المتحدة الأمريكية الاتفاق النووي للعام 2015.
ولكن هناك أمور كثيرة يجدر أن تؤخذ بعين الاعتبار. أولاً، ليس من قاعدة قانونية لأي ضربة أو ليس من أسس لأي ضربة أمريكية على إيران. ليس هناك من هجوم على أمريكا وليس هناك من شركات أمريكية هجمت. ما نعرفه هو أن أي ردة فعل عسكرية أمريكية ستؤدي إلى هجوم أكبر على المملكة العربية السعودية، ولديها الكثير من المنشآت التي يمكن أن تتعرض للهجوم على الجزء الشرقي من البلاد، ويمكن لإيران أن تهاجم هذه المنطقة أو تركز على مرافق تصدير النفط، وقد يكون هناك ردة فعل عسكرية أيضا. رأيي هو أن علينا أن نعبر عن القوة والعزم في مواجهة هذا الإرهاب من النظام الإيراني، ولا شك أن إيران تقف وراء هذا الهجوم، وسوف يثبت ذلك من خلال التحقيقات. أعتقد أن لدينا أدلة كافية أن إيران تقف وراء هذا الهجوم، هذا العمل الحربي، وهذا جاء من الدكتاتورية الإيرانية، وعلينا أن نرد على مثل هذا العدو، هذا العدوان. علينا أن نعمل مع حلفائنا وكل الخيارات على الطاولة، وفهمي هو أن مجلس الأمن القومي ونحن نتحدث الآن يعد كل الخيارات المحتملة للرئيس كي يقرر كيفية التحرك إلى الأمام. إذا استخدمت القوة العسكرية ضد إيران فهذا استخدام مشروع، ويرسل رسالة واضحة للنظام الإيراني أن هناك تكلفة لمثل هذا العمل العدواني. وفكرتي أن إيران ستشعر بالتشجيع أن تضرب ثانية السعودية، هذه الفكرة لا يجب أن تمنع بأي شكل من الأشكال عزم العالم الحر للتصرف ضد إيران. لو ضربت إيران ثانية فيجب أن تكون هناك إجراءات أخرى ضد النظام الإيراني. لا يمكن أن نهادن هؤلاء الناس القتلة، هذه الدكتاتورية. يجب أن نقف في وجهها وأن نفرض تكلفة على أعمال إيران. مواقف الإدارة الأمريكية. هناك الكثير من الخيارات، هناك الخيار النهائي وهناك خيارات أقل من ذلك بكثير، وسوف نرى. أقول إن الخيار النهائي يعني الحرب. الهجوم الذي استهدف بعض المنشآت النفطية في السعودية غير مبرر. أعدكم أننا جاهزون، وكما قال الرئيس ترامب، لا نريد حربا مع أي أحد، لكن الولايات المتحدة جاهزة ونحن مستعدون للدفاع عن مصالحنا ومصالح حلفائنا في المنطقة. أقولها بكل وضوح. تندد الولايات المتحدة بشدة بالهجوم الإيراني على السعودية، وندعو جميع الدول إلى فعل ذلك. هذا السلوك غير مقبول ويجب تحميلهم المسؤولية. هذا هجوم متعمد على الاقتصاد العالمي وعلى سوق الطاقة العالمي. بالرغم من الجهود الإيرانية الشريرة، إلا أننا على ثقة بأن السوق مرن وسيكون رده إيجابياً. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: إن طهران مسؤولة عن قرابة 100 هجوم على السعودية في وقت يتظاهر فيه كل من روحاني وظريف بأنهما يعتمدان الدبلوماسية. ووسط كافة الدعوات لتخفيف التصعيد، فقد شنت إيران هجوما غير مسبوق على إمدادات الطاقة العالمية. إننا بالتأكيد نرغب في حل دبلوماسي، وقد برهنا على ذلك بعد إسقاط الطائرة الأمريكية، ونعمل بجهد لبناء تحالف لتحقيق حل سلمي. نايل، لماذا تحول موقف الرئيس في خلال أيام من أننا جاهزون عسكريا للرد على إيران إلى لدينا متسع من الوقت ولسنا مستعجلين؟ وكيف تقرؤون الحزم في موقف نائب الرئيس على عكس موقف الرئيس؟ أعتقد أن الرئيس بصورة أساسية لا يزال يفكر في كيفية الرد. هو ينظر في المقترحات القادمة من مستشاري، وهناك مستشار جديد للأمن القومي، وتم تعيين أيضا
نائب، وبالتالي هناك فريق جديد للأمن القومي يعمل عن كثب مع البنتاغون، والرئيس بالتأكيد يأخذ وقته في اتخاذ القرار، وليس من الواضح ما إذا كان الرئيس سيستخدم القوة العسكرية. أعتقد أن إحساس الرئيس هو تجنب مواجهة مباشرة مع إيران إذا أمكن، ولكن الكثير يعتمد على سلوك إيران في الأيام والأسابيع القادمة، وبالتأكيد لو سنرى ما سيحدث لاحقا. أذن سيد توماس، ولكن ماذا وراء الحزم في لغة وخطاب نائب الرئيس؟ يعني قال إننا جاهزون للدفاع عن أنفسنا وعن أصدقائنا، على عكس الخطاب واللهجة التي خرج بها الرئيس. أعتقد أن نائب الرئيس عندما تحدث سابقا في واشنطن كنت أستمع لتصريحاته، وهو كرر ما قاله الرئيس: أمريكا جاهزة والسلاح جاهز للرد على إيران. ولكن بنس نائب الرئيس كرر موقف الرئيس، وهو أن كل الخيارات على الطاولة. في نفس الوقت الإدارة قامت بفرض عقوبات جديدة وأيضا ضغوط في الأمم المتحدة. توماس، كيف تنظر إلى هذه المواقف التي تذهب من حد الذهاب إلى الحرب إلى حد عدم الاستعجال؟ لا يمكننا أن نأخذ على محمل الجد أي شيء يقوله هذا الرئيس. هو قرر أن يتجه في اتجاه أي شخص تكلم معه للمرة أو في فترة أخيرة. ليس لديه قناعات، تتغير قناعاته باستمرار، وبالتالي أجوبته دائما تخضع لتغيرات اليوم، ليس من سياسة متماسكة أو إطار لسياسة متماسكة في الإدارة الأمريكية. ما نراه الآن هو وضع يأتي بتكييف السياسة كل يوم من دون أي معلومات ومن دون أي تقييم يرتكز على معلومات ومن دون العودة إلى تاريخنا. الفكرة التي تقول أنه يجدر أن نظهر القوة كلفت مئات الآلاف من القتلى في فيتنام. دعني أجيب أو أرد على هذا. بالطبع هناك مشاورات مكثفة بين أجهزة الجهاز التنفيذي، هناك مناقشات بشأن الخطوات التالية. أقول أن الرئيس قادر على اتخاذ عمل حازم، رأينا هذا في موضوع سوريا. كانت هناك ضربتان أساسيتان ضد المنشآت السورية. وما الذي أنجزتهم؟ أوقفت استخدام الأسلحة الكيميائية من جانب النظام السوري. الرئيس أوباما لم يكن مستعد لذلك، والأسد أفلت. الرئيس ترامب تصرف في حالتين ضد نظام الأسد، هذه قيادة. الرئيس أوباما لم يبرهن على ذلك. أنا لست هنا للدفاع عن الرئيس أوباما. ما حصل في سوريا هو أمر آخر، ولكن أريد أن أشير إلى أنه مع الرئيس بيل كلينتون قمنا باستهداف بعض الأهداف في العراق بالصواريخ، ولم يكن هناك أي تأثير. حافظ الأسد كان رئيس سوريا، وبشار ما زال يقصف شعبه. أنا أعرف الأب، وبالتالي ما هي الضربة العسكرية التي نتكلم عنها؟ ما هو هدفها؟ كيف يمكننا أن نحدد النجاح؟ النظام الإيراني لم يهزم ولن يهزم، ونحن لا يمكننا أن نقوم باجتياح بري. عما نتكلم؟ طيب، قبل أن ننتقل إلى مواقف أعضاء الكونغرس، نايل، برأيك ما هي الخيارات التي سيعرضها مجلس الأمن القومي في هذا الوقت على الرئيس، وبأي خيار سيخرج الرئيس؟ أي خيار هو الأرجح؟ أعتقد أن هناك عدة خيارات عسكرية محتملة. الأولى هي الضربة ضد مواقع الإطلاق التي استخدمتها إيران لإطلاق الصواريخ على المنشآت النفطية السعودية، هذا هو أول خيار. الثاني هو ضرب الحرس الثوري الإيراني،
ومنشآته. أيضا يمكن أن تكون هناك ضربات ضد قدرات إيران النفطية. هناك خيارات مختلفة موجودة. هذا لا يعني أن الرئيس سوف يقوم بعمل عسكري، ولكن هو ينظر في كل هذه الخيارات، وأي عمل عسكري سيكون متناسبا مع ما فعلته إيران ضد السعودية. ولا أعتقد أن هناك أي نوايا أمريكية لبدء حرب أوسع. إذا كان الإيرانيون أغبياء للبدء في نزاع فسيخسرون. لست متأكدا أن هذا صحيح. بأي منطق يمكن لإيران أن تخسر صراعا شاملا؟ لا أحد سيجتاح إيران. النظام الإيراني يمكن أن يبقى إلى ما لا نهاية. الولايات المتحدة في رأيي لديها بالتأكيد القدرة على مسح البنية التحتية العسكرية الإيرانية إذا اختارت ذلك. وأعتقد أنه ليس من الحكمة بالنسبة لإيران أن تسير في مسار استفزازي للدولة العظمى، وإيران لن تفوز. مواقف أعضاء الكونغرس الأمريكي. I want to see the intelligence, but it seems credible that. أريد أن أرى المعلومات الاستخباراتية، ولكن يبدو من المؤكد أن الحوثيين ليس لديهم ذلك النوع المتطور من الطائرات بدون طيار التي نفذت هذه الضربة القاسمة على منشآت النفط السعودية. آمل أن يتشاور الرئيس مع جنرالاته ودبلوماسيه ومستشاريه وأن ينظروا بعمق إلى المعلومات الاستخباراتية. إيران واحدة من أخطر الدول الراعية للإرهاب. قد يستدعي ذلك القيام بعمل عسكري ضد إيران إذا كان هذا ما تدعمه المعلومات الاستخباراتية. السيناتور الجمهوري ميت رومني: سيكون خطأ فادحا أن ينخرط الجيش الأمريكي مباشرة بالرد على الهجمات الإيرانية على البنى التحتية النفطية السعودية. لقد استمرت الولايات المتحدة ببيع السلاح للسعودية كي تدافع عن نفسها. إذا ردت السعودية على هجمات إيران، يجب أن تكون الولايات المتحدة مستعدة لتقديم الدعم ضمن دور غير قتالي. السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي: لقد زرع السعوديون بذور الفوضى. لقد همشوا الحوثيين في الثمانينات وخلال حروب العقد الأول من القرن الحالي، كما فشلوا في إدارة مرحلة ما بعد صراع عام 2015. وكذلك فإن أيادي الإيرانيين والحوثيين ملطخة بالدماء، ولكن يجب على الولايات المتحدة ألا تكون جزءا من هذه الكارثة. السيناتور الجمهوري لينزي غراهام: لقد حان الوقت كي تدرس الولايات المتحدة خيار الهجوم على مصافي نفط إيرانية إذا استمروا في الاستفزاز أو في زيادة تخصيب اليورانيوم. توماس، السيناتور غرام يدعو إلى ضرب المنشآت النفطية الإيرانية، وقال إن الإيرانيين قرأوا إلغاء الرئيس ترامب للعمل العسكري بعد إسقاط الطائرة الأمريكية بأنها علامة ضعف. الرئيس ترامب يصف ضبط النفس بأنه أحد عوامل إبراز القوة الأمريكية. برأيك أين القوة، في ضبط النفس أو في الرد؟ أمس أعتقد الرئيس صحيح استبعد ما قاله لينزي غرام ورأي لينزي غرام، وبالتالي لا أعرف ماذا أقول. هذا الرئيس لا يقرأ ما هي المقترحات والخيارات. هو إبراز للقوة أم يجب الرد لإبراز القوة؟ عندما كنت في الثانوي علمني أب يسوعي أن يكون لدينا قناعات. يمكنني أن أفعل ذلك. يمكننا هنا أن ندافع عن موقفين مختلفين. بعد استعمال القوة أو إظهار القوة يعتبر مهما، ولكن يمكننا أيضا أن نقول إن كل الخيارات سيئة. طيب ماذا ترشح؟ يعني ماذا ترجح؟ ضربة أو لا ضربة؟ أعتقد لا ضربة الآن. من الممكن بعد شهر مثلا عندما تتغير الظروف أن يحصل أمر ما، ربما بعد الضربات أو الهجوم السيبراني أو كذلك. لا أعتقد أننا سنرى صواريخ أو طائرات. نايل، برأيك هل
أن الرئيس بحاجة لمصادقة الكونغرس الأمريكي على أي عمل عسكري، وكان توماس يقول إن لا قواعد قانونية لأي رد عسكري، وفيما يتعلق بالسعودية لا اتفاق مع السعودية أو لا اتفاق دفاعي، ما رأيك؟ أعتقد أن من المشروع بالنسبة للولايات المتحدة أن تتخذ إجراءات مع حلفائها، أي نوع من الضربة العسكرية ضد إيران ضمن إطار العدوان الأخير من إيران، هذا الإجراء يتخذ مع السعودية وحلفائنا. الولايات المتحدة لن تتصرف لوحدها. فيما يتعلق بالكونغرس، لا أعتقد أن الرئيس سيذهب أولا إلى الكونغرس للحصول على الموافقة. الرئيس سيقوم بضربة بدون الكونغرس كما فعل فيما يتعلق بالإجراء في سوريا. أعتقد أن السيناريو المحتمل إذا قام بذلك، ولكن أنا أتفق حاليا أعتقد أن الرئيس يبحث عن بدائل للعمل العسكري وهو يتبع مسار العقوبات مرة أخرى، وأعتقد أننا سنرى خطوات دبلوماسية من جانب أمريكا في نيويورك في الأسبوع القادم لحشد الحلفاء ضد إيران. أعتقد أنه لا يبدو من المحتمل أن يكون هناك عمل عسكري حاليا من الرئيس. يمكن أن ترى هذا بالتأكيد في الأسابيع القادمة، ولكن ليس محتمل في هذه اللحظة. توماس، هناك مواقف بارزة ولافتة بين أعضاء الكونغرس. هناك ديمقراطيون مثل السيناتور كونز يدعو إلى شن ضربة عسكرية، وهناك جمهوريون مثل ميت رومني يدعو إلى قيام السعودية بالرد على هذا الهجوم الإيراني. لماذا هذه المواقف المتناقضة حتى داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي فيما يتعلق بالرد؟ بصراحة يسرني أن أرى ذلك. نحن كدولة وصلنا إلى موقع أصبح فيه كل حزب متشدد في موقفه حيال الرئيس والحزب الآخر من دون أي مجال لنقاش يمكن أن يركز على مصالح البلاد، أيا كان منظورنا لهذه المصالح. وبالتالي لا يفاجئني أن لا يتفق ميت رومني مع فكرة الضربة العسكرية، ولكن سيكون هناك بعض الديمقراطيين المتشددين في سياستهم، وهو أمر صحيح نحتاج إلى نقاش. نعم، أعتقد أنه بالنسبة لهذا الموضوع نرى بعض الديمقراطيين الذين يتخذون مواقف أكثر تشددا من بعض الجمهوريين، وهذا غير عادي. أعتقد من الواضح أو هذا مهم، كان هناك بعض الديمقراطيين الكثير منهم الذين لم يكونوا مرتاحين من الصفقة النووية مع إيران، وكانت هناك أصوات منشقة داخل الحزب الديمقراطي بشأن هذه الاتفاقية. وفي ذلك الوقت بعض الديمقراطيين انتقدوا قرار الرئيس أوباما بالموافقة على الاتفاقية. اليوم يؤيدون ضربة عسكرية لإيران. أعتقد أن هناك بعض الديمقراطيين الذين يدعمون خطاً أكثر تشدداً ضد إيران واحتمال عمل عسكري. هناك جمهوريين ضد العمل العسكري. بعد الفاصل، ما هو تصور الرد السعودي على الهجوم الإيراني مع الكاتب والمحلل أحمد الشهري من الرياض؟ أهلا بكم من جديد إلى عاصمة القرار، وينضم إلينا من الرياض عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي أحمد الشهري. أستاذ أحمد، أهلا بك. هناك من شبه الهجوم على منشأة النفط السعودية في المنطقة بأحداث 11 من سبتمبر والهجوم على بيرل هاربور، أين أوجه الشبه برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أستاذ ميشيل وإلى الأخوة والأخوات المشاهدين الكرام. هو الشبه من حيث هول المصاب، لأنه 11 سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية استهدفت مركز التجارة العالمية، ووجه الشبه أنه أيضا هذا الاستهداف لمنشآت بقيق هو يستهدف العالم. إذن وجه الشبه هنا هو أنه العالم كان حاضرا في
الحادثتين، لأن منشآت بقيق والنفط الذي يتدفق من بقيق هو يتجه إلى أكثر من 200 دولة حول العالم، وبالتالي هو ليس استهداف للسعودية وإنما هو استهداف للعالم، وهذا ما جعل العالم الآن يتخندق ويشارك المملكة العربية السعودية. واضح. الرئيس ترامب قال إنه عندما وقع الهجوم إنه سيستمع للسعوديين، وأوفد الوزير ترامب، وبعد ذلك يقرر الخطوات المقبلة. برأيك بأي اقتراحات عاد الوزير بومبيو من السعودية والإمارات إلى الرئيس ترامب، ومجلس الأمن القومي يناقش في هذه اللحظات الخيارات المطروحة أمامه؟ الحقيقة هو سيعود بما ثبت بالأدلة القاطعة من الأسلحة التي استخدمت، وهي صواريخ الكروز الطوافة، وهي إيرانية من فصيلة أو من ماركة علي، وأيضا الطيران المسير المصنوع في إيران. إذن الحقيقة الأولى قد ثبتت الآن للعالم، وهي الاستخدام أو نوعية السلاح المستخدم. ولكن يعني أي اقتراحات بشأن الرد؟ بقي، أنا أرد عليك، بقي تحديد المنطلق الذي انطلقت منه هذه الأسلحة، وهذا هو ما يجري التحقيق فيها الآن، وبناء على معرفة منطلق هذه الأسلحة سيتبلور الموقف الدولي الذي سيتم لمعاقبة الجهة المتسببة. طيب ماذا لو انطلقت أو كانت ميليشيا؟ نعم، ماذا لو انطلقت هذه الصواريخ والطائرات من إيران؟ إذن هنا أصبح السلاح وأصبحت أركان الجريمة مكتملة، أن إيران هي التي تسببت، ولذلك الرد لن يكون ردا سعوديا فقط، وإنما هو ردا أمميا. تعرف أنه اليوم غوتيريس قد بعث بفريق من المتخصصين إلى السعودية، وأيضا بريطانيا وفرنسا وروسيا عرضت، ولذلك الرد هو سيكون ردا دوليا، وهذا الأفضل. وحتى الولايات المتحدة الأمريكية لا أعتقد أن في استطاعتها أو في إمكانياتها أن تذهب إلى عقاب منفرد، ولكنها في ضمن إطار تحالف دولي لمعاقبة إيران بأي أسلوب كان. أعتقد أن هذا هو العقاب الذي يفترض أن يوجه إلى طهران إذا كانت هي المتسببة فعلا. طيب كيف سترد السعودية على الأمم المتحدة إذا كان فعلا هذا الهجوم انطلق من الأراضي الإيرانية، والوزير بومبيو كان قد قال إن الهجوم لم ينطلق من الأراضي اليمنية ولم ينطلق أيضا من الأراضي العراقية، إذن من أين انطلق إذا لم يكن قد انطلق من هاتين الدولتين؟ أعتقد أن الأيام القليلة القادمة، لا أقول الكثيرة، القليلة القادمة في ظل هذا الفريق المتخصص من الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة وأوروبا سيكشف المكان الذي انطلقت منه. لا نستبق الأحداث الآن ونقول ما هي السيناريات المطروحة، ولكن ننتظر التحقيق. ربما تكشف لنا التحقيقات المكان الحقيقي، سواء كان من ميليشيات التي تأتمر بأمر إيران من العراق، أو قد يكون من البر الإيراني في الخليج العربي، قد يكون من سفن إيرانية في الخليج العربي. هذه كلها ستحدد نوع العقاب. السعودية طبعا هي وفق المادة 51 من الأمم النظام المتحدة تحتفظ بحق الرد، وهذا القانون الدولي يعطيها الحق الكامل في الدفاع عن نفسها، والسعودية لديها القدرات الكاملة سواء قدرات جوية أو قدرات صاروخية. طيب هل هذا يعني أنها سترد عسكريا أو عبر مجلس الأمن، عبر دعوة إلى مجلس الأمن، أو الاثنين معا؟ أنا أعتقد أنه بما أنه الآن الموضوع تدول وأصبحت القضية دولية، وأصبح العالم كله شريكا مع المملكة العربية السعودية في التحقيق، وفي أيضا بلورة النتائج ثم بلورة العقاب المناسب، أعتقد أن السعودية مثلها مثل الولايات المتحدة الأمريكية سيكون من الأفضل أن تكون ضمن تحالف دولي، لأنه المجتمع الدولي هو المعني بمعاقبة إيران، ولا سيما أن هذا الاعتداء هو يمس العالم كاملا. رأيته في الأيام الأولى من الحادثة عندما ارتفع البترول 20%، اهتز العالم كله لهذا الأمر، فما بالك لو استمر الانقطاع البترول وارتفع البترول إلى 50-60 أو إلى 100%. طيب العالم كله سيتأثر. هل تتوقعون في حال صحت معلومات انطلاق هذه الصواريخ من إيران أن يصدر عن مجلس الأمن قرار تحت الفصل السابع، وأن يكون هناك رد عسكري دولي، أم أن روسيا والصين وربما دول أخرى تمنع ذلك؟ والله يا أستاذ ميشيل، الموقف الروسي الذي رأيناه مؤخرا واتصال الرئيس بوتين بولي العهد، وأيضا الاتصال الرئيس الصيني، هذا يعطي دلالة على أنه الذين كانت تراهن عليهم إيران
قد تخلوا عنها، وكما قال الرئيس بوتين يقول لسنا طفاية حريق، يعني نطفي الحرائق التي تشعلها إيران بين الفينة والفينة. أعتقد أن الدعم الذي كانت تراهن عليه إيران قد انتهى، ولا سيما أن هذه الحادثة حقيقة هي تدل على أن إيران قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء وأصبحت تمثل خطرا ليس على دول الإقليم وإنما على دول العالم. نعم. أعتقد أنه حتى لو ذهبت السعودية إلى مجلس الأمن سيكون هناك قرار رادع. الجمعية العامة الأسبوع القادم ستجتمع، وسيكون هناك أيضا فرصة لطرح هذا الموضوع على العالم بأسره. إيران أعتقد أنها ستعاني من عزلة شديدة، ستعاني من عقوبات قادمة، وقد طبقت عليها في 48 ساعة الماضية عقوبات شديدة على البنك المركزي الإيراني وهو أكبر مركز. الأيام القادمة الحقيقة ستكون سوداء بالنسبة لإيران. نقطة مهمة إذا سمحت لي أستاذ ميشيل، إذا أردت أن تهزم خصمك فلا تمكنه مما يريد. إيران هي تستجدي الضربة العسكرية، إيران تستجدي حرب في الخليج لخلط الأوراق وللخروج من الغضبة الشعبية الإيرانية. إذا كان هذا هو ما تهدف إليه إيران فأنا أقول أنه تأجيل الضربة أو إلغائها والاستبدالها والتركيز على الحرب الاقتصادية قد يكون هو الأفضل. من هنا كان سؤالي الأخير، ألا ينظر إلى هذا الموقف أو ضبط النفس الأمريكي على أنه ضعف في المنطقة؟ أنا أعتقد أولا أخي ميشيل تعرف أنه ترامب قد جاء إلى الرئاسة بوعود بألا تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في حرب، وهو بالتالي هو الآن يلتزم أمام ناخبيه بهذا التعهد، ولذلك نعتقد أنه لا يمكن أن الولايات المتحدة قد تنفرد بقرار حرب، وخصوصا أن الرئيس ترامب مقدم على مرحلة انتخابية جديدة، ولذلك الحرب لم يكون في قاموس ترامب منذ بدايته. رأينا الطائرة المسيرة التي أسقطت في بئر الخليج، كان يفترض أن هناك ردا مباشر، ومع ذلك لم ترد الولايات المتحدة الأمريكية. قد يكون فرصة لها عندما يشكل تحالف أن تنخرط في هذا التحالف، وهذا قد يخرج ترامب من الحرج أمام ناخبيه ويصبح هناك تحالف على إطار، يعني ضبط النفس ينظر إليه على أنه ضعف أم لا باختصار شديد؟ لا بالضروره، ليس بالضروره يكون ضعفا، قد يكون قوه. وانا اعتقد ان عدم تمكين ايران من جرنا الى حرب في الخليج، انا اعتقد ان هذا قوه لنا وقوه للولايات المتحده الامريكيه وهزيمه لايران. ايران هي تبحث عن الضربه العسكريه، تلاحظ انها تصعد في الهجمات كل مره تصعدها، من اجل ماذا؟ من اجل ان تستفز السعوديه او تستفز المجتمع الدولي لضربه. ايران الضربه بالنسبه لايران هي طوق نجاة من الغضبة الشعبية التي يعانيها. التهديد الحقيقي لنظام الملالي هو الهجمة أو الغضبة الشعبية التي يريد أن يخرج منها إلى الحرب، حتى لأنه ليس لديه ما يخسره. الكاتب والمحلل السياسي السعودي أحمد الشهري من الرياض، نشكرك جزيل الشكر. نايل، ما رأيك بذلك أن إيران تستفز السعودية والولايات المتحدة لجرها إلى الحرب، ولا ينظر إلى ضبط النفس الأمريكي هذا على أنه ضعف بالنسبة للرأي العام في الشرق الأوسط؟ نعم، أعتقد أن هذه ملاحظة هامة جدا من الشرق الأوسط. الرئيس وأفعال الرئيس حاليا لا يبدو أنها علامة ضعف، وإنما علامة تأمل وتريث أو تمهل وتريث. لا أحد يندفع للحرب في الجانب الأمريكي، ومن ناحية حلفاء أمريكا في الخليج أيضا أعتقد أن هناك دعم قوي لرد بترو والعقوبات الجديدة على إيران. البنك المركزي أعلن اليوم عن أول خطوة منها. لا أحد يريد أن يرى حربا رئيسية تندلع، ولكن المسألة هي مسألة سلوك إيران. إذا كان هناك أعمال إرهابية مثل هذه على إيران أن تواجه النتائج. توماس، ما رأيك بما قاله أحمد الشهري خصوصا فيما يتعلق بموقف أمريكا وضبط النفس الأمريكي؟ رئيس ترامب قال شخصيا أن ذلك من القوة أن لا نتهور وأن نقوم بردة فعل متهورة،
وأقول أيضا لو أن الزميل من المملكة العربية السعودية والسعوديين يتوقعون أن يكون هناك ائتلاف دولي سيقوم بالمشاركة بعملية عسكرية ضد إيران سينتظر كثيرا قبل أن يحصل ذلك. أعتقد أن الواقع هو أن الحلفاء الأوروبيين على وجه الخصوص يعتبرون أمريكا مسؤولة عن هذه الأزمة في بدايتها، وبالتالي وصلنا إلى وضع خاص يجدر فيه أن نأخذ بعين الاعتبار أن متخذي القرار في واشنطن هم من أتوا مؤخرا إلى الإدارة. لدينا مستشار أمن قومي جديد، وكذلك الجنرال قائد المنطقة الوسطى، وكذلك قائد القوات المشتركة. طيب، رأي الصحافة الأمريكية. افتتاحية وول ستريت جورنال: الهجوم على المنشآت السعودية يؤكد أن بولتون كان على حق. تقول الافتتاحية إن حملة الضغط الأقصى التي تنتهجها إدارة ترامب أضرت بصادرات النفط الإيراني، لكن إيران ما زالت تجني مئات الملايين لقاء مشتقات النفط، ولذلك فإن الهجوم على منشآت نفطية سعودية يهدف إلى إعادة الصادرات النفطية الإيرانية إلى الصدارة. وتنصح المقالة الرئيس ترامب بالاعتذار من جون بولتون الذي تقول إنه كان محقاً عندما حذر مراراً من هجمات إيرانية محتملة قبل استقالته كمستشار للأمن القومي. افتتاحية نيويورك تايمز: مستعدون من أجل ماذا؟ تجادل الافتتاحية أن الرئيس ترامب ليس لديه الكثير من الخيارات ولا الحلفاء للرد على الهجمات على منشآت نفطية سعودية، كما تندد الافتتاحية باستناد البيت الأبيض على معلومات من السعوديين، حيث لا تعتبرهم الافتتاحية مصدرا موثوقا بسبب انخراطهم في حرب اليمن وفي انتهاكات لحقوق الإنسان. وفي الختام، تنصح المقالة الرئيس ترامب استشارة الكونغرس والدول الصناعية الكبرى قبل اتخاذ أي قرار في هذا الشأن. سايمون هاندرسون في موقع ذا هيل: استراتيجية إيران للإفلات من العقاب. يقول الكاتب إن التخطيط الإيراني مكن طهران من الإفلات من العقاب عن أفعال كثيرة في المنطقة، إلى درجة أنه من المحتمل حدوث لقاء بين ترامب وروحاني على هامش اجتماعات الأمم المتحدة على الرغم من الهجمات الأخيرة على السعودية. ويضيف الكاتب أن الإيرانيين يعرفون أن ترامب معارض للمخاطرة رغم لهجته المتشددة، خاصة بعد خروج جون بولتون من الإدارة. إيلاي ليك في موقع بلومبرغ: ماذا نفعل الآن بشأن هجوم إيران على المنشآت السعودية؟ يجادل الكاتب أن الحوثيين في اليمن يفتقرون إلى الطائرات المسيرة والصواريخ، وكذلك إلى الخبرة اللازمة لمهاجمة البنية التحتية داخل السعودية، ويدعو كبار أعضاء الحزب الديمقراطي في واشنطن، خاصة السيناتور كريس مورفي، إلى التوقف عن انتقاد بومبيو الذي حمل النظام الإيراني مسؤولية الاعتداء على السعودية. وهذه هي الحقيقة: إيران التي تتظاهر دائما بأنها تسعى للسلام، بينما في الواقع هي من تصنع الحرب بالوكالة. فالدبلوماسية الإيرانية تعتمد على خصومها وعلى تعاملهم مع عدوان وكلائها. ويختتم الكاتب بتذكير ترامب بأنه إذا أراد الرد عسكريا فلديه أهداف كثيرة من دون مهاجمة الأراضي الإيرانية. نايل، الول ستريت جورنال تطالب الرئيس بالاعتذار من جون بولتون. جون بولتون قال إنه لو نفذ الرئيس ترامب ضربة عسكرية بعد إسقاط الطائرة الأمريكية لما قامت طهران بالهجوم على أرامكو. اليوم روبرت أوبراين محل جون بولتون، بماذا يختلف عن سابقه؟ أعتقد أولا جون بولتون كانت له نقطة هامة، وهي أنه لو قامت الولايات المتحدة بالرد على إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة لاختلفت الأمور. أعتقد فيما يتعلق بمستشار الأمن القومي الحالي أوبراين، لديه مقاربة مختلفة عن مقاربة بولتون، ولكن أيديولوجيا أعتقد أن أوبراين يشبه بولتون، ولا يوجد الكثير من الاختلاف بالنسبة للتفكير في الصورة الأكبر المتعلقة بإيران. والسياسة تجاه إيران ستكون نفس السياسة: الضغط الأقصى. وإيران هنا هي المخطئة، وحملة الضغط القصوى ناجحة ضد إيران. إذا كان أوبراين مثل بولتون، لماذا الإطاحة ببولتون إذن؟
أعتقد أن الأمر لم يكن يتعلق بالسياسة برأيي بل بالشخصيات. جون بولتون دائما شخصية عدائية ويجيب دائما، والرئيس لا يحب من يحاول أن يقاوم قراراته. أعتقد أن السيد أوبراين من هذه الناحية يختلف عن جون بولتون وسيتمشى مع الرئيس. وأعتقد أيضا أنه يعتمد الأيديولوجية نفسها مثل السناتور كوتون أو الوزير بومبيو في إطار مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهم يعادون إيران ويعتبرون إيران تهديدا لنا ولاصدقائنا. نايل إيلاي ليك يقول في بلومبرغ أن الشرق الأوسط يدفع اليوم ثمن أخطاء أوباما ومن الحماقة أن يكررها ترامب. هل هناك أوجه شبه بين الخط الأحمر الذي رسمه أوباما لبشار الأسد والتهديدات التي أطلقها ترامب لإيران ولم ينفذها؟ نعم، أعتقد أن هناك نقطة هامة يطرحها إيلاي ليك. عندما تحدد خطوطا حمر عليك أن تنفذها كي تكون لك مصداقية. هذه هي المشكلة بالنسبة للرئيس أوباما وإدارته، رسموا خطوطا حمر ولم يلتزموا بها بالنسبة لسوريا، وأعتقد أن هذا سمح لأمثال بشار الأسد بالإفلات بالشر الوحشي. والرئيس ترامب هو شخص يؤمن بتنفيذ الخطوط الحمر إذا تم تحديدها، وإذا قام بتحديد خطوط حمر بالنسبة لإيران عليه أن يلتزم بها وينفذها، وأي فعل يهدد القوات العسكرية الأمريكية يجب أن يكون هناك رد. أعتقد أن نايل على حق في هذا المجال. الرئيس ترامب أظهر بوضوح إنه لا يريد المزيد من الحروب في الشرق الأوسط أو في آسيا، بل أقل حروب بالنسبة لأمريكا. ولكن أيضا هناك استفزاز خطير وجدي، وأثر أيضا على إمدادات النفط بما فيه على الصين. بعد الفاصل، هل يؤيد الأمريكيون ردا عسكريا على إيران؟ أهلا بكم من جديد. رأي الخبراء والمحللين الأمريكيين عبر تويتر. ولي نصر عميد في جامعة جونز هوبكنز قسم الدراسات الدولية المتقدمة تدعي سياسة الضغط الأقصى على إيران بأنها ستنجح في تغيير النظام، وهذا لم يحدث. ستجلب إيران لطاولة المفاوضات، وهذا لم يحدث. ستقلص دور إيران الإقليمي، لكن لا دليل على ذلك. ستقلل عدائية إيران، لكن العكس هو الصحيح. لن تؤدي إلى حرب، لكن نشوب حرب بات أكثر احتمالاً الآن. هل أصبحنا بحاجة لسياسة جديدة تجاه إيران؟ ديفيد ريوبوي باحث في مجموعة الدراسات الأمنية: أنا أدعم بقوة التحالف الأمريكي السعودي، لكن الرد الأمريكي المناسب هو دعم حلفائنا عندما يشعرون أنهم بحاجة للرد، وليس الشعور بالحاجة لفعل كل شيء من أجلهم. إذا أردت المساعدة فيجب تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران وتخريب أسلحتهم النووية. بن رودز مستشار للرئيس السابق أوباما: إن الانسحاب من الاتفاق النووي ومنح السعوديين الشيكاً على بياض لحربهم في اليمن وتكثيف العقوبات والتهديدات لم ينجح حتى الآن. التوقعات تشير إلى نشوب حرب واسعة النطاق تسببها سياسة ترامب الكارثية على وجه التحديد. مارك دوبوتس الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات: الموضوع ليس للدفاع عن السعودية، بل للرد على الهجوم الإيراني الوقح على ركيزة أساسية لاقتصاد الطاقة العالمي ومركز اعتماد الرفاهية الأمريكية والعالمية. وأيضاً فإن الرد سيكون للحفاظ على تعهدنا القديم والمدعوم من الحزبين بالدفاع عن حرية تدفق النفط. مارتن إندك سفير أمريكي سابق في إسرائيل: بومبيو يحمل إيران مسؤولية الهجوم على منشآت النفط السعودية. قد يكون ذلك صحيحاً، ولكن يجب تقديم الدليل. وبما أن إيران متخصصة في التنصل من أعمالها، فإذا ثبت أن هذا الهجوم لم يشنه الحوثيون، فإنه من المحتمل أن تكون قد نفذته الميليشيات المدعومة من إيران في العراق. نيكولاس بيرنز دبلوماسي أمريكي سابق:
يواجه الرئيس ترامب خيارات صعبة بشأن الرد على الهجوم على السعودية. إذا كانت إيران هي الفاعلة فيجب أن تدفع الثمن، وإلا فإننا نسمح بأن تنحدر تلك المنطقة المهمة نحو الفوضى. قرار ترامب فرض عقوبات على إيران منطقي لأنه عليها أن تدفع الثمن، لكن ماذا بإمكاننا أن نفعل أكثر؟ توماس، الرئيس ترامب يحاول تجنب الحرب مع إيران في سنة انتخابية كما قال ضيفنا من السعودية. برأيك هل تحاول طهران جره إلى حرب لإسقاطه في الانتخابات؟ لا أريد أن أتكهن حول ما يفكر به القادة في إيران، ولكن الإيرانيين يعرفون تماما أنه لو دفعوا كثيرا باستفزازاتهم ستكون الردة لابد منها. وأعرف أيضا أنهم حتى الآن لا يعانون من ردة عسكرية، ولكن ما زالوا يعانون من الحرب مع العراق، وبالتالي لا أعتقد أن إيران تريد أن تأتي باستفزازاتها بردة عسكرية أمريكية. إيران تعرف أن أمريكا بعدما حصل على اليو اس اس كول وفي خبر وكل ذلك، كل هذه الهجمات لم يكن هناك ردات عسكرية. نعم، أعتقد أن الأمر سيكون خطيرا جدا ومحفوف بالمخاطر بالنسبة للإيرانيين أن يدفعوا لحرب واسعة مع أمريكا. هم يعرفوا أنهم لن يفوزوا في هذا النزاع، والاقتصاد الإيراني على ركبتيه بالفعل. هل يمكن للنظام الإيراني أن يمول حربا ضد أمريكا؟ لا أعتقد ذلك، ليست لديهم القدرة العسكرية أو الاقتصادية لذلك. أيضا لو كانت هناك حرب، ليس من الواضح أن مثل هذا النزاع لن يحظى بالشعبية لدى الشعب الأمريكي. لن تكون هناك قوات برية على الأرض، وإلا النزاع سيكون مختلفا. مواقف عينة من الأمريكيين من مسألة الرد على إيران. من يقف برأيك وراء الهجوم على منشآت النفط السعودية؟ لا أعلم، وأعتقد أن بعض الأدلة ليست واضحة بهذا الصدد. لا أعلم ذلك. بلا شك أعتقد أن الإيرانيين فعلوا ذلك لكي يستولوا على الخليج الفارسي في الجزيرة العربية. لا أستطيع قول ذلك لأننا يجب أن نثبت ذلك. هل تؤيد ردا عسكريا على إيران بسبب الاعتداء؟ يجب على الولايات المتحدة وقادة الدول الكبرى أن يعملوا على إحلال السلام، لأن الحرب لا تجلب سوى الموت والمآسي. لا أعتقد أن الرد العسكري سيحل المشكلة، بل سيعقد الأمور. ربما قد نضطر للجوء للخيار العسكري إذا لم يكن لدينا خيار آخر. إيران خططت لشن هجمات على دول غربية، وإذا لم نردعهم الآن فإنهم سيستمرون في هجماتهم. كلا، لا أعتقد أنه يجب مهاجمة إيران. لا أدعم الرد العسكري لأننا يجب أن ننظر في الأمر، وهناك العديد من الآثار المترتبة على ذلك. أعتقد أنه يجب للجوء للخيار العسكري فقط في حال لجأت إيران إلى استخدام السلاح النووي. هل يجب أن يكون الرد أمريكياً أو دولياً؟ نعم، أدعم تحالفاً دولياً للتعامل مع هذه المشكلة. الانخراط في تحالف دولي أفضل، لأن انخراط أكبر عدد ممكن من الدول هو الأفضل. أي شيء تفعله الولايات المتحدة يجب أن يكون من خلال تحالف دولي. يجب اللجوء إلى تحالف دولي إذا كان هذا متاحاً. وطرحنا على صفحتي البرنامج على فيسبوك وتويتر السؤال التالي: هل يجب أن يكون الرد على الاعتداء الإيراني على السعودية أمريكياً سعودياً أو دولياً؟ وجاءت الإجابات على فيسبوك على الشكل التالي: 38% أجابوا نعم لرد أمريكي سعودي، 62% أجابوا لا وهم مع رد دولي. كما جاءت الإجابات على تويتر على الشكل التالي: 30% أجابوا بنعم لرد أمريكي سعودي مشترك، و70% أجابوا نعم أو لا لرد مشترك ونعم لرد سعودي، عفوا لرد دولي.
ومن أبرز التعليقات التي وردتنا كتب خالد أبو الفتوح على تويتر: على السعوديين استغلال الفرصة والرد بأنفسهم، زمن ماما أمريكا انتهى. أما عبد الوارث الصلاحي فكتب على تويتر: رد سعودي فقط. أخيرا نايل، برأيك هل التعويل على مجلس الأمن والأمم المتحدة في مكانه؟ 10 ثواني لو سمحت. الولايات المتحدة بالتأكيد ستقوم بمناشدة الأمم المتحدة في الأسبوع القادم. العالم الحر، الكثير من الدول ليست حرة، ولكن على أي حال ستعمل مع الولايات المتحدة لبناء تحالف لمواجهة إيران، وأعتقد أنه ستكون هناك معارضة قوية خاصة من روسيا والصين وأيضا من داخل أوروبا مثل ألمانيا وفرنسا. هل التعويل على مجلس الأمن في مكانه؟ أتفق 100% مع نايل حول هذا الموضوع. لا أتصور أن روسيا مثلا ستدعم أو تشارك بأي نوع من العمل العسكري المشترك. توماس ليبمان الباحث في معهد الشرق الأوسط، نشكرك، ونشكر أيضا نايل غاردنر المدير في مؤسسة هيريتج للدراسات. نشكركم جميعا مشاهدينا، تحية طيبة مني ومن فريق العمل، وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل.